السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام أينما كنتم. هذه مكة المكرمة، البقعة التي شهدت اتصال السماء بالأرض. هذه مكة المكرمة بجبالها ووهادها. قد فاضت بالنور وشع منها لأرجاء العالم، وهنا على هذه القمة الجرداء نزلت أول آيات القرآن الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه القمة المطلة على مكة المكرمة المشرئبة إلى البيت الحرام، شهدت تنزل النور وعاشت فيه. كل هذه البطاح قد أترعت هدى ونورا فاض على العالم وأشرقت به الإنسانية، وحلقت به الأرواح، ونبضت في قلب الحياة الحياة. وهذا هو المسجد الحرام، يصافح قلوبكم قبل أن تصافح صورته أعينكم. وقد فاض بالمسلمين، جاءوا من كل فج عميق، ألسنتهم شتى.